بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معاكم دلوقتي هنشرح كيفية الغاء تحديث الويندوز. كل شوية ويندوز 10 يقول لك انا عايز اعمل تحديث او اعمل ابديت، توقف عملية الابديت، وبذلك ما مش كل شوية يجي لك رسالة تقول لك ابديت. طيب ايه الطريقة؟ الطريقة ان انت هتضغط علامة الويندوز مع من لوحة المفاتيح مع زر الار، وهتكتب فيه سيرفيسز زي ما هو مكتوب كده .mcs-services.mcs، تضغط OK. هتظهر قدام حضرتك النافذة دي. هننزل كده تحت نقعد ندور على Windows Update، أو هتضغط تحول English، تضغط W من لوحة المفتاح، هيجيب لك كل اللي يبدأ ب W، وبعدين هننزل عند الويندوز وبعدين نشوف Windows Update اهو. دبل كليك عليها، طبعا هي هنا في Running شايفين، وفي هنا Manual يعني يدوي، شايفين الكلام ده. هنضغط دبل كليك عليها، هنلاقي هنا مكتوب مانيوال. هنشيل مانيوال دي ونخليها ديسيبل. ديسيبل يعني انت عملت لها عمليه تعطيل كامله عشان تشتغل تاني، واوكي. وبعد كده حضرتك هتروح على قائمه ستارت وتعمل اعاده تشغيل. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له لايك، ويا ريت كمان تشترك في القناه، ويا ريت تفعل الجرس علشان تشجعونا ان احنا نستمر معاكم ان شاء الله.